اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهارده هنعمل مع بعض احلى صينيه بسكوت بالكريم كراميل. صينيه خفيفه كده وبسيطه، عباره عن بسكوت وكريم كراميل، بسكوت ساده. هو ده كده. هنرصه في الصينيه، نعمل منها 4 طبقات. هنيجي بعد كده نعمل مع بعض الكريم كراميل، هنرصها بالطريقه دي كده. نعمل الكريم كراميل مع بعض وبقديره، عبارة عن كيلو لبن واتنين باكو كريم كراميل. هيتقلبوا على النار كده لحد ما يخلطوا ببعض كويس قوي بدون سكر، وبعد كده هندلقهم على البسكوت وحطهم في التلاجة لحد ما يمسكوا الكريم كراميل. يمسك هنحط هنعمل عليه كريم شانتيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.